السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيد وأهلا بكم معايا في حلقة جديدة. والنهاردة إن شاء الله ميعادنا مع حلقة أسعار الأجهزة الأوريجينال اللي هي موجودة في السوق بتاريخ النهاردة بمواصفاتها وأنواعها. طبعا انتوا عارفين إن أسعار الأجهزة الأوريجينال يوم في الطالع يوم في النازل، عشان كده إن شاء الله كل فترة هنزل أجيب لكم آخر أسعار الأجهزة الأوريجينال اللي هي موجودة في السوق، عشان بس محدش يضحك عليه في السعر. يعني مش مهم تاخد حد معاك يكون بيعرف في الكمبيوتر، انت نازل وعارف هتجيب ايه وهيتكلف كام. يلا نبدأ على بركة الله. وزي ما وضحت لكم دي اخر اسعار الاجهزة الاوريجينال اللي هي موجودة في السوق بتاريخ 26/2/2020. هناخدهم مع بعض كده جهاز جهاز، هنعرف نوع الجهاز ايه ومواصفاته وسعره كام. هنيجي هنا عند اول جهاز. الجهاز ده نوعه ديل، البروسيسور بتاعه كور اي 5 الجيل التالت، السرعة بتاعته 3.3 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 6 ميجا، الرامة بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 500 جيجا. طيب تيجي للفيجا. الفيجا اب تو 1.5 جيجا، الفيجا نوعها انتل عادي اللي هي بتبقى راكبة مع البوردة. طب سعر الجهاز ده كام؟ 1750 جنيه. طيب نيجي للجهاز التاني. الجهاز التاني برضو من نوع ديل، البروسيسور بتاعه كور اي 5 الجيل التاني عكس الجهاز ده الجيل التالت، السرعة بتاعته 3.1 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 6 ميجا، الرامة 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 250 عكس الهارد بتاع الجهاز ده 500، الفيجا برضو نوعها انتل زي دي اب تو 1.5، يعني الفيجا هنا زي هنا بالظبط. طب الجهاز ده سعره كام؟ 1400 جنيه. طب الاختلاف ما بين الجهاز ده والجهاز ده، هنا الجيل التاني وهنا الجيل التالت. طبعا الجيل ده بيفرق في السرعة وحاجات كتير جدا والتسخين وحاجات كتير جدا، فكل ما الجيل يعلى كل ما يبقى افضل يعني. طيب هنيجي للجهاز اللي بعد كده. الجهاز ده للالعاب، البروسيسور بتاعه كور اي 5، السرعة 3.2 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 6 ميجا، البروسيسور ده الجيل الرابع. تمام، طبعا قلنا كل ما الجيل بيعلى كل ما يبقى افضل. الرامة بتاعته 8 جيجا دي دي ار 3. طيب والهارد، الهارد 500 جيجا. طب بالنسبة لكارت الشاشة من نوع نيفيديا 2 جيجا دي دي ار 5 جي فورس جي تي اكس. طبعا الجهاز ده جميل جدا جدا، بيشغل لنا ببجي وبيشغل بيس لحد 2020. اما بالنسبة للسعر هو 3350. طيب تعال نشوف الجهاز اللي بعده. الجهاز اللي بعده برضو للالعاب، البروسيسور بتاعه كور اي 7 الجيل الثالث، السرعة بتاعته 3.4 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 8 ميجا، الرامة 8 جيجا دي دي ار 3، بالنسبه للهارد 500 جيجا. الكارت الفيجا هو هنا من نوع نيفيديا 2 جيجا دي دي ار 5 زي الكارت اللي هنا بالظبط. الجهاز ده برضو بيشغل ببجي وبيشغل بيس 2020. الجهاز ده سعره 3900 جنيه. تمام، طيب الحاجات اللي تحت دي انا مصورها. نقلب على الصفحه اللي بعدها. هنيجي للجهاز ده. الجهاز ده احنا مش شفنا الكلام ده قبل كده، لا ده جديد. الجهاز ده برضو للالعاب، الجهاز ده كور اي 5 الجيل الثالث، السرعه بتاعته 3.3 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 6 ميجا، الرامه هنا 8 جيجا دي ار 3، الهارد 500. الجهاز ده عامل 3000 جنيه عكس الجهاز الاولاني. طب بالنسبه لكارت الفيجا، الكارت الفيجا هنا 2 جيجا دي ار 5. طبعا ده بيشغل برضو البابجي وبيشغل بيس 2020، وقلنا السعر بتاعه 3000 جنيه. طيب تعال نشوف الجهاز اللي بعده. الجهاز اللي بعده كور اي 7، برضو الجهاز ده الالعاب الجيل الثالث، السرعة بتاعته 3.4 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 8 ميجا، الهارد بقى هنا 1000 جيجا يعني 1 تيرا، الرامة هنا 16 جيجا دي دي ار 3 جهاز الله اكبر عليه، كارت الفيجا هنا 4 جيجا من نوع نيفيديا. طبعا ده بيشغل البرامج الجرافيك زي الاستريتور زي الفوتوشوب زي الافتر افكت وحاجات كتير جدا، وكمان بيشغل الالعاب فيفا 2020، وطبعا بيشغل برضو بيس 2020. الجهاز ده سعره 6000 جنيه. هنروح للصفحة اللي بعدها. هنيجي بقى للاجهزة اللي هي الورك ستيشن اللي هي العالية قوي اللي هي تستحمل معاك جامد جدا.
الجهاز الاولاني ده اللي هو زيون كواد. الجهاز ده السرعة بتاعت البروسيسور ده 2.9 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 12 ميجا، فيه 12 كور، جهاز الله اكبر عليه. الرامة بتاعته 32 جيجا، الهارد بتاعه 1 تيرا، تمام، من نوع اس دي، 128 جيجا، يعني في هو جوه يعني ذاكرة داخلية 128 جيجا، وفي ذاكرة وفي والهارد اللي موجود فيه اللي متركب فيه 1000 جيجا، تمام. طيب بالنسبة لكارت الشاشة هنا 4 جيجا نيفيديا جي فورس جي تي اكس. الجهاز ده طبعا بيشغل العفريت، بيشغل هنا كاتب لك الفوتوشوب والانستريتور. الجهاز ده ب12000 جنيه. طيب نروح للجهاز اللي بعده. الجهاز اللي بعده ورك ستيشن من نوع زيون كواد. السرعة بتاعته 2.6 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 12 ميجا في 12 كور، الرامة بتاعته 16 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 1 تيرا، الفيجا بتاعته نيفيديا 4 جيجا زي الجهاز ده بالظبط. الجهاز ده عامل 7000 جنيه، تمام. طيب تعال نشوف الجهاز ده. الجهاز ده برضو زيون كواد، السرعة بتاعته 3.4 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 12 في 12 كور، الرامة بتاعته 16 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 1 تيرا. الجهاز ده بيشغل الفوتوشوب والاستريتور. الجهاز ده عامل 5700 جنيه. طيب نروح للصفحة اللي بعدها. هنيجي للأجهزة اللي تحت دي بقى، الأجهزة اللي هي المخفضة شوية، الأسعار اللي هي المخفضة شوية. الجهاز ده مش باين. طب تعال نروح نشوف الجهاز ده. الجهاز ده من نوع اتش بي، البروسيسور بتاعه AMD A4، الرامة بتاعته 4 جيجا دي ار 3، الهارد بتاعه 250 جيجا، كارت الفيجا اللي فيه اي تي اي راندوم اتش دي 7480. الكارت ده 2 جيجا اب تو، بيرفع معاك لحد 6 جيجا حسب الرامة، كل ما الرامة بتعلى كل ما الكارت بيعلى معاك. الجهاز ده ب900 جنيه. الجهاز ده كويس على فكرة للناس اللي هي ايه يعني، يعني ظروفها المادية يعني ايه مش ما معاش ان هي تجيب جهاز كبير يعني. طيب تعال نروح للجهاز ده. الجهاز ده كور اي 3. طبعا الجهاز ده طالما مش ذاكر هنا الجيل الكام يبقى جيل اول معروفة يعني. الجهاز ده كور اي 3 جيل اول، الرامة بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 250 جيجا، الفيجا بتاعته داخلية انتل بترفع معاك لحد 1.5 جيجا. الجهاز ده عامل 1150. طيب تعال نروح للجهاز اللي بعده. الجهاز ده كور اي 5 الجيل التاني. طبعا الرقم ده هو اللي بيدل على الجيل، لو الرقم ده بدأ ب3 يبقى الجيل التالت، بدأ ب4 يبقى الجيل الرابع، 5 الجيل الخامس، وهكذا لحد لحد الجيل التاسع، تمام. حتى هنا بيقول لك اهو 2ND، يعني ان الجهاز ده الجيل التاني. السرعة بتاعته 3.1 جيجا هرتز، الكاش بتاعه 6 ميجا، الرامة بتاعته 4 جيجا دي دي ار 3، الهارد بتاعه 250، الفيجا بتاعته داخلية انتل بترفع معاك لحد 1.5 جيجا. الجهاز ده عامل 1650. نشوف اللي بعده. لا احنا كده خلصنا.